باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خريستوس انستي، نشكر ربنا الذي اتى بنا الى هذه الساعه، وانا في قمه الفرح اكون مع ابوي المحبوبين نيافه الانبا رافائيل ونيافه الانبا ديفيد، وبشكر سيدنا الانبا ديفيد على ان هو بيرتب المؤتمر ده، ده تاني تالت سنة يرتب المؤتمر ده بخصوص الإيمان والعقيدة والتحديات اللي هي بتقابلنا. فدي فكرة جميلة جدا، بنشكر سيدنا عليها، وطبعا بركة كبيرة جدا نكون موجودين مع نيافة الأنبا رافائيل، وخصوصا في الموضوع السنة دي القداس الإلهي، وسيدنا محب جدا للقداس الإلهي وله تأملاته العميقة جدا في القداس الإلهي. الموضوع بتاعنا هل جسد السيد المسيح ودمه في سر الإفخارستية رمز أم حقيقة؟ في البداية أنا عايز أتكلم على يوحنا إصحاح 6، لأن الحقيقة الإصحاح ده مهم جدا جدا، وترتيب الأحداث فيه مهم جدا. يبتدي الترتيب أن السيد المسيح بعد معلم الجموع، ففيلبس قال للسيد المسيح أن يعني الجموع ينصرفوا علشان يلاقوا حاجة يأكلوها، فراح ربنا قال له لا، ادوهم أنتم علشان يأكلوا. ففيلبس قال له لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. الدينار كان أجرة إنسان في اليوم زي أصحاب الساعة 11 المثل ده. فإحنا لو قلنا أجرة الإنسان النهاردة في اليوم نقول مثلا 50 دولار، أحيانا تبقى أكتر من كده، فلو قلنا 50 في 200 يبقى احنا نتكلم على 10,000 دولار. ففيلبس قال له احنا بس لو جبنا عيش حاف كده ب10,000 دولار مش هيكفيهم، لان كانوا 5,000 رجل ما عدا النساء والاولاد، لو قلنا كل واحد معاه زوجته وطفلين، طبعا زمان كان اكتر من كده، احنا نتكلم على 20,000 واحد ده على الاقل يعني. جي أندراوس وراح قال له ده في ولد هنا عنده 5 أرغفة شعير وسمكتين، لكن دولت يعملوا ايه في الجامعة ده كله؟ والسيد المسيح راح اخذ ال5 خبزات وسمكتين وصلى وبارك واشبع الجموع. طبعا الجموع كانت منذهلة من ازاي من خلال 5 خبزات وسمكتين السيد المسيح قدر يشبع 20,000 واحد على الاقل، ومش كده وبس، وزاد 12 قفة مليانة. طبعا السيد المسيح مش مجرد انه بيشبع الجموع، انما كان في ذهنه في تدبيره الالهي حاجة تانية هنوصل لها في نفس الاصحاح. بعد كده راح قال للتلاميذ خدوا السفينة وروحوا الى عبر البحر وعبال ما انا اصرف الجموع. ويقولك ما كانش غير في سفينة واحدة، فلما التلاميذ أخذوا السفينة وراحوا الناحية التانية، دي معناها أن السيد المسيح هيبقى موجود لغاية تاني يوم، لأنه فيش سفن تانية في الموضع غير السفينة اللي خدوها التلاميذ. فالسيد المسيح صرف الجموع، وبعد ما صرف الجموع راح للجبل يصلي. وبعد كده كانوا التلاميذ بقى في نص الليل معذبين، ريح جامدة وتعب، فلقوا السيد المسيح جاي ماشي على البحر وخافوا جدا، قال لهم أنا هو لا تخافوا، وركب معهم السفينة، الدنيا هديت وراح لعبر البحر. الجامعة بقى اللي هم شبعوا من الأكل متأكدين أن يسوع ما راحش ناحية تانية، لأنه كانش غير في سفينة واحدة، فقعدوا يدوروا عليه مش لاقيينه. طب مستغربين هو هيكون راح ازاي ولا موجود فين؟ فقالوا احسن حاجة نروح نسأل التلاميذ.
كان الصبحية بقى جت سفن أخرى، فخدوا السفن دي وراحوا عبر البحر عشان يسألوا على التلاميذ، يسألوا التلاميذ فين يسوع. فلما راحوا هناك اللي حصل ان سيد المسيح قابلهم، فهم استغربوا قالوا له انت جيت امتى؟ ما كانش فيه غير سفينة واحدة، انت جيت امتى؟ سيد المسيح ما جاوبش على السؤال ده، وراح قال لهم الحق الحق أقول لكم أنكم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. أنا نسيت لأقول لكم هما كانوا بيطلبوا ليه، كانوا عايزين ياخدوه يعملوه ملك، وإن يعملوه ملك طبعا شبع، عندهم أزمة اقتصادية، لو حد عيان هيشفيه، حد عايز ياكل أشبع الجموع من 5 خبزات و2 سمكتين. فكل ذهنهم ذهن في الأمور الأرضية. وقال لهم لا، اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الذي للحياة الأبدية. فقالوا له طيب إيه اللي نعمله؟ يعني ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ قال لهم تؤمنوا بالذي أرسله. فراحوا سألوا سؤال عجيب قوي، قالوا له أية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟ وهو امبارح أشبع جموع من 5 خبزات و2 سمكتين، لسه بيسألوه بيقولوا له أية آية تصنع لنرى ونؤمن بك؟ ذهنهم في الأرض. قالوا له طيب أنت يعني مفكر أنك عملت معجزة جامدة أنك يعني أشبعتين يعني؟ طب إيرك بقى موسى؟ أشبع الجموع 40 سنة وكان بينزل لهم المن من السماء، أباؤنا أكلوا المن في البرية كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا. هل تقدر تعمل كده؟ مش مرة واحدة بس تأكلنا، تقدر تشبعنا على طول كده؟ فسيد المسيح راح قال لهم تعرفين الأب بقى هو اللي بيعطيكم الخبز الحقيقي اللي نازل من السماء. وهنا بقى سيد المسيح نقلة روحية جبارة من الخبز البائد إلى الخبز الباقي للحياة الأبدية. فقالوا له طب يا سيد أعطينا في كل حين هذا الخبز، لأن هو قال لهم خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. ففوجئوا بقى سيد المسيح راح مشاور على نفسه كده قال لهم أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش. سمعوا الكلام ده قالوا ده يسوع ده حصل له حاجة، يعني هو الخبز؟ يقولك فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. قالوا يعني إيه الخبز اللي نزل من السماء؟ ما احنا عارفين ده منين، ده من الناصرة، وعارفين أبو يوسف وأمه مريم، ازاي يقول ان نزلت من السماء؟ فالمسيح قال لهم لا تتذمروا فيما بينكم، وقال لهم بصوا انا خبز الحياة، ابائكم اللي انتوا بتقولوا موسى ادهم المن اكلوا المن وماتوا، انما انا، وابتدى يشاور على نفسه، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الانسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. يعني قاعد يؤكد على أنه هيديهم جسده يأكلوه. أنا بأكد بقرأ جزء ده ليه؟ علشان الناس اللي بتقول لا ده مش جسد حقيقي، تعالوا شوفوا المسيح قاعد يأكد قد إيه وكم مرة على إن ده اللي هيدهولنا هو جسده. للمرة الثانية يقولك فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ اسمعوا بقى الآيات الجاية من آية 53، شوفوا كم مرة المسيح أكد على إن احنا هنأكل جسده. قال الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم.
من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب. من يأكلني، شايفين تعبير، من يأكلني فهو يحيى بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل أباؤكم المن وباتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيى إلى الأبد. لما سمعوا الكلام ده لثالث مرة قالوا إيه؟ فقال كثيرون من تلاميذه: إن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ يعني الناس فهموا إن المسيح بيتكلم حرفيا، ده جسدي تأكلوه وده دمي تشربوه، بدليل تزمروا وقالوا: كيف هذا الإنسان يقدر أن يعطينا جسده؟ قالوا: هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ أنا أقول سكيب 3-4 آيات وهرجع لهم تاني. بعد كده يقول لك: من ذلك الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. أنا عايز أسأل سؤال: لو سيد المسيح يرمز يقصد إن الجسد والدم ده رمز، والناس سمعت وافتكرته بيتكلم حقيقة، فالناس اتلخبطت وراحوا مشيوا، السيد المسيح هيسيبهم ولا يقول لهم: يا جماعة انتوا فهمتوني غلط، هو معقول حد هياكل الجسد وحد يشرب الدم؟ ده انا بقول حاجة رمزية كده، يعني ما اقصدش ان انتوا هتاكلوا جسدي بجد وهتشربوا دم بجد، ده دي حاجة رمزية بس. انما عارفين كان رد فعل المسيح ايه؟ كل الناس، انا قلت لكم كان في حوالي 20,000 واحد على الاقل موجودين، مشوا وسابوه، فضل معاه كم واحد من الجمع الكبير ده؟ الـ12 بس. فبص للـ12 وقال لهم: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ وأنتم عايزين تمشوا؟ فبطرس قال له: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. يعني هنا السيد المسيح أكن بيقول لهم: يا تؤمنوا أن ده جسد وده دمي، يا إما عايزين تمشوا امشوا، مفيش بديل. في كم آية نسبتهم هرجع لهم تاني، لأن الآيات دي أحيانا البروتستانت بيفسروها غلط، وأنا هقرأ لكم تفسير الآباء للآيات دي. فلما يقولك من آية 61 يقولك: فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتزمرون على هذا. على فكرة كلمة تلاميذ مش مقصود بها الـ12، كان كل حد بيتبع السيد المسيح كانوا بيسموه تلميذ ليسوع. فالسيد المسيح بص لهم قال لهم: أهذا يعثركم؟ هو أنتم متضايقين لما بقول لكم لازم تاكلوا جسدي وتشربوا دمي؟ ده سبب لكم عثرة؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا حيث كان أولا، الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، ولكن منكم قوم لا يؤمنون، لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمون. فإخواتنا البروتستانت بياخدوا الآية بتاعت الجسد لا يفيد شيئا، الروح هو الذي يحيي، قال له سيد المسيح بيقول إن جسدي لا يفيد شيئا، أنا اللي بكلمكم بيه كلام رمزي، كلام روح وحياة بس، فإزاي بتقولوا إن ده جسد المسيح وده دم المسيح؟ قبل ما أقرأ لكم تفسير الآباء للجزء ده، أنا بس عايز أقول لكم على حاجة. لو السيد المسيح فعلا كان يقصد بهذا الكلام إن هو رمزي، ليه بعدها على طول، بعدها من ذا هذا الوقت في 66 رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه؟ يعني المفروض تكون العصر انتهت وهم مش هيرجعوا ولا هيمشوا، لكن معنى ان هم مشيوا معناها ان هم فهموا ان المسيح يقصد جسده ودمه الحقيقيين. وما ايه معنى
ان الجسد لا يفيد شيئا. تعالوا نشوف الاباء قالوا ايه. نقرا للاول للقديس يوحنا ذهبي الفم، فبيقول ايه؟ بيقول لم يعرفوا جمال السر ولا ذلك التدبير البديع جدا الخاص بهم. الى جانب ذلك فانهم قد تناقلوا هذا الامر مع انفسهم، كيف يمكن للجسد البشري ان يغرس فينا حياة ابدية؟ يعني هم قعدوا يقولوا المشكلة بالنسبة لهم ما كانش ازاي هو يدينا جسد ونأكله، انما المشكلة ازاي الجسد بتاعه ده يديني حياة ابدية. ده قديس يوحنا الذهبي الفم بيقول الكلام ده. كيف يمكن لشيء من نفس طبيعتنا ان يهب خلودا؟ ازاي جسد زي جسدنا احنا يدينا احنا حياة ابدية ويدينا خلود؟ واذ يعرف المسيح افكارهم لان كل شيء عريان ومكشوف لعينيه فانه يشفي اسقامهم ايضا مرة اخرى. سيد المسيح عرف افكارهم وعرف هم بيفكروا في ايه، فابتدى يشفي اسقامهم، بس المرة دي الاسقام الروحية مش الاسقام الجسدية. فيقودهم بيده بطرق متنوعة الى فهم هذه الامور التي كانوا لا يزالوا يجهلونها بعد. فقال لهم ايه؟ ان كنتم تفترضون ان جسدي لا يستطيع ان يهبكم حياة فكيف له ان يصعد الى السماء كطائر؟ قال لهم لو انتم بتقولوا ان جسدي ده مش هيديكم حياة، طب وماذا لو رأيتم ابن الانسان صاعدا؟ ده انت هتشوفوا الجسد ده صاعد للسماء. لانه ان كان لا يقدر ان يحيي لانه ليس من طبيعته ان يحيي، فكيف سيحلق في الهواء وكيف يصعد الى السماء؟ فقال لما تيجي تشوفوا جسدي ان انا صاعد للسماء بجسدي، ده يؤكد ان جسدي ده ممكن يديكم حياة ابدية. لان هذا ايضا مستحيل، يعني مستحيل لاي واحد بشري زينا يصعد كده بجسد للسماء. لكن ذاك الذي جعل الجسد الارض سماويا باتحاد اللاهوت بالناسوت فسيجعله واهبا للحياة ايضا حتى ان كانت طبيعته تتحلل فيما يختص بتكوينه الخاص. يعني حتة بقى لما المسيح قال لهم فماذا اذا رأيتم ابن الانسان صعيدا الى السماء، معناها ايه؟ ما الجسد ده هيصعد للسماء، فده دليل على ان الجسد اللي انا هديهولكوا ده هو جسد واهب للحياة، مش مجرد جسد حي. في الاعتراف اللي في اخر القداس ابونا يقول امين امين امين، اؤمن 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 ان هذا هو الجسد المحيي، المحيي واهب الحياة مش مجرد جسد حي. قديس كيرلس الكبير يقول ايه؟ قال لهم انه سيصعد الى السماء حتما بكليته، عندئذ بالتأكيد على الاقل سترون انه لا يكون ذلك بالطريقة التي تظنون أنه بها يوزع جسده. بالتأكيد عندئذ سيدركون أن نعمته لا تستهلك بالأكل. قديس كيرلس بيقول إيه؟ بيقول الناس ممكن تفتكر أن لما هو هيوزع جسده أن جسده هينتهي والنعمة خلاص وزعه على الناس، فبيقول لا، ده أنت هتشوف الجسد ده صعد للسماء، وبالطريقة دي تعرفوا أني لما المسيح هيدينا جسده وهيدينا دمه ان النعمة بتاعته مش هتستهلك وجسده مش هيفنى ويخلص من التناول. طيب امال ايه بقى حكاية اما الجسد فلا يفيد شيئا؟ لما قال الروح هو الذي يحيي اما الجسد لا يفيد شيئا، هل المسيح لما يقصد الجسد لا تفيد شيئا يقصد ان جسده هو لا يفيد شيئا؟ تعالوا نشوفوا القديسين قالوا ايه، لان دي كتير لما هتخش في جدال مع واحد بروتستانتي هقولك شفت المسيح قال اهو اما الجسد لا يفيد شيئا. اول واحد نسمع له قديس اغسطينوس يقول حينما تمعنون النظر في سر التجسد وتعرفون من هو ذاك الذي حل في هذا الجسد
تشعرون حتما ودون أن تتهموا الروح الإلهي نفسه أيضا أن الجسد يمكنه أن يهب حياة. قال لما تفكر في التجسد وتعرف أن اللي جوه الجسد ده هو الله الذي صار إنسانا من أجلنا، يبقى جسده ده يمكن أن يهب حياة. يكمل القديس أغسطينوس: مع أن الجسد في حد ذاته لا يفيد شيئا البتة، لأنه إذا اتحد الجسد بالكلمة واهب الحياة صار واهبا للحياة كلياته. يعني أي جسد، أي جسد أرضي لا يفيد شيئا، متاخد من التراب ويرجع للتراب. والسيد المسيح أخذ عجينة البشرية الكاملة. طيب العجينة البشرية دي اللي خدها، إيه اللي خلاها تصير واهبة للحياة؟ لأنها اتحدت بالكلمة، لأن الكلمة اتخذ جسدا وحل بيننا. فيكمل يقول: لأنه إذا اتحد الجسد بالكلمة واهب الحياة صار واهبا للحياة كليته، مرتفعا إلى قوة الطبيعة الأكثر علوا، دون أن يلزم ذاك الذي لا يمكن إخضاعه بأي حال إلى التحول إلى طبيعته الخاصة. فبيقول هو اتحد دون أن يلزم أن الجسد ده يتحول، زي ما بنقول أن لاهوته اتحد بناسوته من غير تغيير ولا تحول ولا امتزاج ولا تغيير. فيبقى هنا كلمة الروح والذي يحيي الجسد لا يفيد شيئا، كان السيد المسيح عايز يلفت نظرهم إلى سر التجسد. أنا جسدي ده بالرغم هو جسد بشري كامل، لكن جسدي ده واخد قوة لأن ده بقي مسكن للاهوت، لأنه اتحد باللاهوت. الروح هو الذي يحيي، فالجسد ده مش مجرد جسد بس، لأن جسد فقط لا يفيد شيئا. قديس كيرلس الكبير يقول على الآية دي، يقول: هذا هو ما يقوله، يوجد احتياج أن تستمر في الاستماع روحيا بالأمور الخاصة بي، لأن من يسمع جسدانيا لا ينتفع شيئا ولا ينتفع بأي صلاح، إنه لأمر جسداني أن تحتقر من نزل من السماء وتظنه أنه ابن يوسف. فهنا قديس كيرلس بيقول لهم: أنتوا بتسمعوني بطريقة جسدانية. فكلمة جسد يقصد بها طريقة جسدانية. عارفين لما السيد المسيح قال المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح، طب احنا لما بنتولد من أبهاتنا بنتولد جسد وروح ونفس، لكن يقصد جسداني، كارنال بيرسون، إنسان جسداني. فالمسيح بيقولهم أنتوا بتسمعوني بطريقة جسدانية بدليل أن أنتوا قلتوا هو مين ده؟ ما ده ابن يوسف. قال لا، الأمور الروحية لازم تسمعوها بطريقة روحية، فالروح هو الذي يحيي. لو سمعتوني بطريقة روحية هتفهموا اللي أنا بقوله، لكن لو تسمعوني بطريقة جسدانية مش تفهموا اللي أنا بقوله. عشان كده قال الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، بمعنى أنها كلمات إلهية روحية ليس فيها شيء جسدي ولا تتبع نظام الطبيعة، بل هي متحررة من مثل هذه الضرورة، وهي فوق القوانين، نزلت لأجل هذا العالم ولها أيضا معنى آخر مختلف. أما قديس كيرلس بقى له يعني جزء جميل جدا يعني يحسم الموضوع يعني نهائيا. يقول: ماذا إذن؟ هل جسده ليس بجسد؟ هل جسد المسيح ده جسد خيالي يعني زي بضع أطاخي مثلا؟ فقال لا، بالتأكيد هو ده، هو جسد حقيقي. فكيف يقول إذن الجسد لا ينفع شيئا؟ بعدين يكمل يقول: إنه لا يتحدث عن جسده حاشا. واخدين بالكم؟ إنه لا يتحدث عن جسده حاشا، بل عن الذين يقبلون كلماته بطريقة جسدانية. ماذا يفهم جسدانيا؟ التطلع إلى ما هو أمام عيوننا مجرد تصور ما هو وراءه، هذا هو الفهم الجسداني. فهنا القديس كيرلس بيحسم أن لما المسيح قال الجسد لا يفيد شيئا لا يتكلم على جسده، ولكن بيتكلم على السامعين اللي هم بيسمعوه بطريقة جسدانية، ان هو شايفينه ابن يوسف ابن مريم، انسان بشري
خلاص مش قادرين يبصوا الى سر التجسد، ان ده الله الذي حل في الجسد. هذا هو الفهم الجسداني. يكمل القديس كيرلس يقول: ولكن يليق بنا ان لا نحكم هكذا بالنظر، بل نتطلع الى كل الاسرار بالعيون الداخلية. هذا هو النظر روحيا. قديس يوحنا ذهبي الفم، وده اخر يعني اقتباس هاخده برضو على الجزء ده، يتساءل القديس أغسطينوس: كيف يقول السيد المسيح اما الجسد فلا يفيد شيئا، بينما الكلمة صار جسدا وهو نفسه يقدم لنا جسده؟ يجيب على ذلك بان الحديث هنا مثل القول، ده أغسطينوس اللي بيقول ان العلم ينفخ والمحبة تبني. فالعلم بدون محبة ينفخ، ولكن هذا لا ينفي أهمية العلم. هكذا الجسد بدون الروح لا ينفع شيئا. فمن يقبل جسد المسيح بطريقة جسدانية كمن يأكل طعاما ماديا بحتا فتناوله لا يفيد شيئا. يعني لو أنا جاي في طابور التناول ودخلت اتناولت وباخد جسد المسيح ودمه زي ما باكل كده اي ساندويتش تاني، مش هيفيدني، بالعكس ده ممكن يبقى دينون عليا زي ما بولس الرسول قال. خدين بالكم. عشان كده يكمل القديس أغسطينوس ويقول: لتضف الروح الى الجسد كما يضاف الحب الى العلم. هو قال العلم ينفخ ولكن المحبة تبني، ده مش معناها بيقولك الغي العلم، لكن حط مع العلم المحبة. نفس الكلام وانت بتتناول، مش مجرد بتأكل شيء جسدي، انما تقدم للتناول بطريقة روحية. ان كان خلال الجسد ينفعنا المسيح جدا، فكيف لا يفيد الجسد شيئا؟ يعني ان كان في تجسده المسيح نفعنا جدا، ازاي يبقى المسيح بيتكلم على جسده ويقول الجسد لا يفيد شيئا؟ انه بالجسد يعمل الروح لخلاصنا. كان الجسد اناء، تأملوا ما يحويه لا ما هو عليه وحده. شوف الجسد بتاع المسيح بيحوي ايه، ده بيحوي الله الذي صار انسانا. وبعدين يكمل: اليس ارسل التلاميذ، هل اجسادهم لا تنفع شيئا؟ طب لو تلاميذ دولت ما لهمش جسد كانوا هيلفوا ويسافروا ويكرزوا ازاي؟ ان كانت اجساد الرسل نفعتنا، فكيف يمكن لجسد المسيح الا ينفع شيئا؟ يعني استحالة المسيح بيقول الجسد لا ينفع شيئا على جسده. لهذا الروح هو الذي يحيي، اما الجسد فلا ينفع شيئا، وذلك حسب ما يفهمون الجسد وليس كما اعطي جسدي لكي يؤكل. فبيقول ما تفهموهاش بطريقة جسدانية لكن افهموها بطريقة روحية. يبقى اذا انا بس حبيت اقول كذا رأي للاباء، يوحنا ذهبي الفم، كيرلس الكبير، أغسطينوس، على الآية دي، عشان كتير في النقاش مع اخواتنا البروتستانت بياخدوا الآية دي ويقولوا ان المسيح قال الجسد لا يفيد شيئا، فهو يتكلم على جسده هو، ان مفيش حاجة اسمها تتناول جسد حقيقي ودم حقيقي. وزي ما قلت لكم ان بعد ما المسيح قال كده كثير من التلاميذ سابوه، ما فضلش غير الاثناشر. طب لو هو المسيح بعد ما قال الجسد لو فيه شيء ان هم فهموا ان اللي يقصدوا ان ده رمز بس، طب مش وسابوه ليه؟ مش وسابوه ليه؟ انا هشرح لكم ايه سبب ان الناس بتقول رمز، بس خليني ارجع لريفرنس تاني مهم جدا في كرونسوس الاولى 11. الريفرنس ده مهم قوي لان بيبتدي بولس الرسول يقول لانني، في كرونسوس الأولى 11 من آية 23، لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا، في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. وهنشرح كلمة ذكري دي. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكر. أول حاجة بولس بيقول أنا بسلمكم ما تسلمت من الرب أيضا. تعرفين بولس
بعد ما سيدنا المسيح ظهر له زي ما نقرأ في رسالة غلاطية، ذهب للجزيرة العربية وقعد هناك 3 سنين يتعلم من ربنا مباشرة. يقول الإنجيل اللي أنا بشرتكم به ما تعلمتوش من الإنسان بل بإعلان يسوع المسيح، وربنا سلمه سر الإفخارستية. يعني ربنا سلم بولس الرسول سر الإفخارستية، لأني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. وبعد كده لألا مثلا حد يقول ده بولس الرسول كان عنده يعني سوري في التعبير شوية يعني هالسونيشن ولا تهيؤات ولا حاجة زي كده، فربنا رح قال له بص يا بولس اللي أنا قلته لك ده اطلع لأورشليم وعرضوا على المعتبرين ان هم اعمدة. يعني بعد ما ربنا سلم بولس الرسول قال انا عايزك تروح لأورشليم عند بطرس ويعقوب ويوحنا وتقول لهم الانجيل اللي انت بتبشر بيه. كل الكلام ده تقروه في غلاطي. وفعلا راح أورشليم وهناك ادوا له يمين الشركة، يعني قالوا له لا اللي انت سمعته ده فعلا تعليم السليم، انت تسلمته من ربنا يسوع المسيح. فهنا في كورنثوس بيقول لهم انا بقول لكم بقى اللي ربنا سلمهوني. يعني بولس كمان ما قالش ان ده رمز، بدليل ايه؟ قال فانكم كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى ان يجيء. ودي هشرح كلمة ذكرى معناها ايه. خلي بالك من الآية الجاية دي، اذا اي من اكل هذا الخبز او شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. مجرما. طب معقول انا باكل خبز عادي وبشرب واين عادي وفي الاخر ابقى مجرم في جسد الرب ودمه؟ يعني ازاي العقل يقبل ده؟ ازاي يعني؟ وبعدين يقول ولكن ليمتحن الانسان نفسه وهكذا ياكل من الخبز ويشرب من الكاس. يمتحن، دي سر التوبه والاعتراف وهرجع لها كمان شويه. يمتحن الانسان نفسه وهكذا ياكل من الخبز ويشرب من الكاس. وبعدين يعيد مره تانيه اللي قاله في ايه 27 يعيده تاني في 29، يقول لان الذي ياكل ويشرب بدون استحقاق ياكل ويشرب دينونه لنفسه غير مميز جسد الرب. غير مميز جسد، يعني مش عارف ان ده جسد ربنا. عايز تفسير اكتر من كده؟ ايه غير مميز جسد الرب؟ وبعدين يقول آية خطيرة، يقول من اجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. يعني اللي بيتناول من غير استحقاق من غير توبة ممكن يجي له ضعف جسدي ومرض جسدي وممكن يموت. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا في التوبة والاعتراف لما حكم علينا. فإزاي واحد بعد كل النصوص الواضحة دي يجي يقولوا إن ده مش جسد حقيقي وده مش دم حقيقي؟ أقول لكم المشكلة جت إزاي. اللاهوت الغربي بيسموه لاهوت مدرسي، سكولاستيك ثيولوجي. سكولاستيك ثيولوجي ان هو عايز يحلل كل حاجة ويفهم كل حاجة. انما اللاهوت الشرقي زي اللاهوت بتاعتنا في كنيستنا الأرثوذكسية بنسميه ميستيكال ثيولوجي، يعني لاهوت سرائري. فلما نيجي نتكلم على الإفخارستية نقول ميستيريون، ده سر. سر يعني أنا ما أقدرش أفهمه بعقلي، يسمو عن إدراك البشر. إيه الفرق بقى في اللاهوت المدرسي واللاهوت السرائري في مشكلة أو في موضوع الإفخارستية؟ في اللاهوت السرائري أنا عندي ده خبز وخمر اتنقلوا وبقيوا جسد ودم. تقول لي ازاي؟ اقول لك معرفش. تقول لي ازاي؟ اقول لك معرفش. ده سر ان الخبز ده
يتحول لجسد المسيح أو ينتقل، التعبير الموجود في الليتورجية وينقله، إنه ينتقل إلى جسد المسيح، وإن الخمر ده ينتقل إلى دم المسيح، ده سر أنا معرفوش. لما أخواتنا الكاثوليك في اللاهوت الغربي قالوا لا إحنا عايزين نشرح البروسيس دي، نشرح كيفية إن بيتنقل إزاي. فقالك طب إيه اللي بيتنقل؟ هل الفورم بيتنقل؟ الشكل بيتنقل؟ قالك لا الشكل ما بيتنقلش. فلو الشكل بيتنقل كنا سميناه ترانسفورميشن، ترانس يعني يغير وفورم هو الشكل. فقالك لا ما ينفعش نقول كلمة ترانسفورميشن، إنما هنستخدم تعبير تاني، إن السبستانس، السبستانس اللي هو الجوهر هو ده اللي بيتغير مش العرض. وده تأثير بالفكر بتاع أرسطو وأفلاطون، إن هم يقولوا إن في عرض وفي جوهر، فورم وسبستانس. فقالوا السبستانس هي اللي بتتغير. عشان كده عملية التغير عند الكاثوليك بيسموها ترانس سبستانشيشن، جاي من كلمة سبستانس، ترانس سبستانشيشن. ودي أحيانا يعني بعض الخدام عندنا لما بيبص على القاموس ويقى مثلا التحول فيليها مكتوبة ترانس سبستانشيشن، فنستخدمها في مدارس الأحد ولولادنا. بس أنا عايز أوضح كلمة ترانس سبستانشيشن دي لا تستخدم في اللاهوت الأرثوذكسي. احنا بنستخدم كلمة تشينج، يغير ينقل، لكن ما بنستخدمش كلمة ترانس سبستانشيشن. جه بقى لوثر، مارتن لوثر لما انشق عن الكنيسة الكاثوليكية، فمن ضمن الحاجات اللي اعترض عليها تعبير ترانس سبستانشيشن، وقال لا تعبير ده غلط، وراح عمل تعبير تاني سماه كونسبستانشيشن. كونسبستانشيشن يعني اللي موجود جوه القربانة اللي بناولها جسد المسيح والخبز، الاتنين موجودين مع بعض، الجسد جوهر الجسد وجوهر الخبز. يعني الترانسبستانشيشن، ودي اكتر واحد يعني اتكلم عليها توماس اكوينس، ولكن جه لوثر قال لا دي كونسبستانشيشن. وكلمه كونسبستانشيشن فتحت الباب بعد كده للي جم بعد لوثر، ان هم ابتدوا يستخدموا ان ده مجرد رمز، وبيركزوا على كلمه ذكرى، وبيركزوا على كلمه الجسد لا يفيد شيئا اللي احنا شرحناه. ف كونسبستانشيشن حسب مارتن لوثر ان جسد المسيح ودمه موجودان جنبا الى جنب، يعني كو اكزيستنس مع الخبز والخمر. فيعني حسب مارتن لوثر ان الخبز والخمر لا يتحولان، ولكن يضاف اليهما جوهر جسد المسيح ودمه. والكنيسة اللوثرية لغاية النهاردة تؤمن بالكونسبستانشيشن، أما الكنيسة الكاثوليكية تتكلم على الترانسبستانشيشن، إن جوهر الخبز والخمر بيتحول إلى جسد المسيح ودمه بالرغم إن الفورم ما بيتغيرش. الجم بقى بعد لوثر، مارتن لوثر، ابتدوا يتكلموا على الحضور الروحي للمسيح، يعني فيش أي نوع من أنواع التحول، وان الافخارستية هي مجرد ذكرى، بنتذكر ذكرى عقلية لموت المسيح وقيامته. وعشان كده يسموه العشاء الرب. لكن في كنيستنا الأرثوذكسية بنقول ان حضور السيد المسيح في الاسرار ليس حضورا ماديا ولا حضورا روحيا، بل هو حضور سري وحقيقي في آن مع. ماديا يعني لو أنا خدت نقطة دم وحطيتها تحت الميكروسكوب
مش هلاقي ريد بلاد سيل وايت بلاد سيل، فليس حضور مادي ولا حضور روحي، لكن هو حضور سري وحقيقي في آن واحد. فهو جسد حقيقي للمسيح وهو دم حقيقي للمسيح بطريقة سرية، زي ما ربنا قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي. الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. العلامة أوريجينوس يقول الخبز المنظور يحمل سر الجسد المكسور، والشراب المنظور يحمل سر الدم المسفوك. طيب تعالوا نتكلم على موضوع الذكرى، لأن موضوع الذكرى دي نقطة مهمة. إزاي نفسر كلمة اصنعوا هذا لذكري؟ كلمة لذكري أو تذكرون جسد الرب باليوناني اللي هي أنامنيسيز، أنامنيسيز. والحقيقة التذكار ده بنقوله كتير في القداس، مش بس اصنعوا هذا لذكري. فمثلا نقول ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة. في القداس الأغرغوري نقول فإذا يا سيدنا فيما نحن نصنع ذكرى نزولك على الأرض وموتك المحيي. فإيه معنى اصنعوا هذا لذكري؟ الكلمة اليونانية أنامنيسيز ده تعرفها، معناها استحضار حدث أمام الله كان قد وقع في الماضي ولكن ما زال فعله وأثره ممتدا في الزمن الحاضر. يعني دي مش مجرد ذكرى ذهنية. يعني أنا مثلا لما أجي أحتفل بذكرى الرهبنة بتاعتي، أنا بتذكر حاجة حصلت من كام سنة، أو مثلا اتنين متزوجين بيحتفلوا بعيد جوازهم بيفتكروا ذكرى ذهنية لليوم الفرح بتاعهم. إنما أنا منيسز اصنعوا هذا لذكري، احنا وريكول بنعيش، توريليف بنعيش مرة تانية، بنستحضر الحدث ده اللي ده حدث إلهي ولأنه وقع في الماضي، بس الله لأنه فوق الزمن عشان كده نقدر نعيشه في الحاضر. وده الفرق ما بين الأحداث البشرية والأحداث الإلهية. أي حدث بشري لما بديك نستدعيه بيبقى مجرد ذكرى على مستوى الذهن فقط، أما الأحداث الإلهية بتخرجنا خارج حدود الزمن والمكان، بدليل كيف استطاع السيد المسيح أن يعطي جسده ودمه يوم الخميس وهو اتصلب يوم الجمعة. كيف نحن نعيش موت الرب وألامه وقيامته وصعوده في القداس الإلهي؟ لأن احنا بنخرج خارج الزمن وبنخرج خارج حدود المكان. ده أنا عايز أقول لكم أكتر من كده، احنا مش بس بنصنع ذكرى الألام والقيامة والصعود، ده احنا بنحتفل بذكرى المجيء الثاني اللي هو لسه في الزمن لم يحدث بعد. مش أبونا بيقول ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى ألام مقدسة وقيامته من الأموات وصعود السموات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجد. يبقى إذن اصنعوا هذا لذكري معناه بنعيش نفس الحدث. يعني أبونا بيقود الشعب خارج حدود الزمن والمكان لكي ما نلتقي بذبيحة السيد المسيح التي هي أيضا، لأن هو غير الزمني فهي خارج حدود الزمن والمكان،
بنتلاقى مع ذبيحة المسيح لكي نأكل من جسده ونشرب من دمه. وهذا الجسد هو الجسد الذي ولد من العذراء مريم، وهذا الجسد هو الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي، هذا الجسد هو الذي أسلمه عنا على خشبة الصليب. مش جسد تاني ومش ذبيحة تانية زي ما بيتهمونا ان احنا بنعيد ذبيحة المسيح. ده في الاعتراف أبونا بيؤكد ده الجسد اللي أخده من السيدة العذراء، ده الجسد اللي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي، ده الجسد اللي اتصلب على الصليب ومات. لأن الموت اللي ربنا ماته على الصليب هو مرة واحدة. فإحنا مش بنموت، يعني مش بنعيد موت ربنا في كل ذبيحة، هي ذبيحة واحدة لا تتكرر، لكن هو فعل واحد ممتد أبدا عبر كل زمان ولا يحوي زمان. هو فعل واحد ممتد أبدا عبر كل زمان ولا يحوي زمان. عشان كده ربنا قال اصنعوا هذا لذكري. تذكار موت الرب وقيامته هو قبول واشتراك في موت القيام وموته وقيامته بالأسرار التي أودعها الرب في كنيسته. ومن هنا نقدر نفهم السيد المسيح اللي قاله واللي بنذكره في القداس لما يجي يقول لأنكم في كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى ناجي. لو هو مجرد اعتراف ذهني واعتراف فمي كلامي، طب هو ماله؟ ما أنا ممكن اعترف بقيامة المسيح واعترف بموته واعترف بصليبه من غير ما تناول. ازاي بيقول في كل مرة تأكلون من الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى ناجي؟ هو مش ينفع ان انا اكلمكم عن القيامة من غير ما تناول؟ مش ينفع ان انا اكلمكم عن موت المسيح والصليب والفداء من غير ما تناول؟ ينفع. امال ايه معناها دي؟ اقول لكم معناها ايه. ان انا لما بتحد مع جسد المسيح في التناول، ومن يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، فيبقى أنا في المسيح اختبرت الموت بتاعه، وفي المسيح اختبرت قيامته، وفي المسيح زي ما بيقول أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. إزاي؟ من خلال التناول، من خلال التناول. يبقى من هنا لما بيقول في كل مرة تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى مآجي، ده معناه مش ذكرى عقلية تذكرونني إلى مآجي، ده معناه حياة اختبارية. أنا مت مع المسيح لأن اتحدت بجسد المسيح اللي مات، وقمت مع المسيح لأن أنا متحد بجسد المسيح الذي قام من بين الأموات. عشان كده أخرج للناس أقول لهم أنا مت وقمت مع المسيح، ده التبشير والاعتراف. وتذكرونني إلى أن آجي إن المسيح موجود جوايا، حال مع أبي الصالح وروح القدس جوايا، فبقيت أنا مسكن للثالوث. زي ما يقول نأتي إليه هو والآب ونصنع عنده منزلا، ويقول أنتم هيكل الله وروح القدس يسكن فيكم. فالذكرى أنا مش مجرد بتذكر، ده أنا حصل حضور وسكنة للثالوث القدس جوايا، فأنا بتذكر هذا في حياة اختبارية إلى مجيء الرب التاني. يا إيه الجمال ده، إيه الجمال ده، وإيه البركة الكبيرة اللي احنا بناخدها. عشان كده أبونا يخدم القداس يقول فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا. مين يقدر يوصف عظمة هذا السر؟ مين يقدر يوصف عظمة هذا السر اللي بنتحد فيه بابن الله الذي هو واحد مع الآب والروح القدس؟ ده معنى الذكر. آخر نقطة عايز أتكلم عليها اللي هي ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس. ودي برضك تبين حقيقة هذا التحول أو هذا التغير أو هذا النقل. سيد المسيح يوم خميس العهد
بعد ما أكلوا الفصح قام من العشاء وجاب مية وقال لهم يلا هغسل رجلكم. لو هو بيغسل رجلهم زي الطقس اليهودي لما بيجي ضيوف يغسل لهم رجلهم، كان ده يبتدي أول القعدة، مش بعد ما أكلوا وتعشوا يقوم يغسل رجلهم. كان الطقس إن هو أول ما الواحد يخش من بره جاي تعبان فبيغسلوا له رجله. وبطرس أدبا منه قال له لا يا رب، استحالة أنك تغسل رجل خالص. فربنا يفاجئه بجملة قال له لست أنت فاهم ما أنا فاعله ولكنك ستفهم فيما بعد. الجملة دي معناها أن غسل الرجل ده له معنى، هو مش مجرد بيغسل رجله، له معنى. لست أنت فاهم ما أنا فاعله ولكنك ستفهم فيما بعد. وبعدين قال له جملة تانية برضو، قال له إن لم أغسلك فليس لك معي نصيب. طب يا رب ده بطرس بيقول انت ما تغسلش رجلي لانه متواضع، يعني هي هتدي له عقوبه على التواضع بتاعه، تقول ان يا ليس لك معي نصيب. ونصيب في ايه بالظبط يا رب؟ بطرس مش فاهم المسيح بيتكلم على ايه، ولقى الموضوع يعني بجد كده، وربنا قال له ان لم اغسلك ليس لك معي نصيب. قال له بص يا رب مش رجلي بس، اغسل رجلي وايديا وش، اغسلني كل انا، يعني ده موضوع بجد، انت تقول ليس لك معي نصيب، انا عايز كل معك نصيب. فربنا راح قال له جملة تانية غير مفهومة، قال له ان الذي اغتسل ليس بحاجة الا الى غسل رجليه. قال له لا، انت مش محتاج ان انا اغسلك كلك، انا محتاج بس اغسل رجليك. وبعد ما غسل رجليهم اداهم من جسده ودمه، يعني غسل الرجلين سبق التناول. وبعد كده قال لهم زي ما انا غسلت رجلكم انتوا اغسلوا ارجل الاخرين. تعالوا نفهم القصة دي بتاعت غسل الارجل، لان ربنا قال لست انت فاهم ولكنك ستفهم فيما بعد. ايه معنى غسل الارجل هنا؟ الواحد لما بيمشي رجليه بتتسخ. هكذا في مشوار الحياة الروحية رجلينا الروحيين بتتسخ لما بعمل خطايا. فغسل الرجل يرمز الى غسل خطايا الانسان. ولما ربنا قال له ان اللي اغتسل او الاستحمى ليس بحاجة الا الى غسل رجليه، يبقى الاستحمام هنا او الاغتسال يرمز لايه؟ للمعمودية. يعني اللي اتعمد مش محتاج الا انه يغسل رجليه في سر التوبة والاعتراف. ولما قال له ان لم اغسلك ليس لك معي نصيب، يعني لو انت خطاياك ما اتغسلتش ما تقدرش تتناول، ما تقدرش تتناول، دي معناها ليس لك معي نصيب في التناول. ولما قال لهم زي ما انا غسلت رجليكم اغسلوا انتم ارجل بعض، ده سر الكهنوت، ان الناس تجيلكوا تعترف بخطاياها، وزي ما انا غسلت رجليكم وغفرت خطيتكم انتوا تغفروا خطايا الاخرين. واكدها في يوم القيامة، نفخ في وجه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت ومن امسكتموها عليهم امسك. يبقى اذا غسل الارجل اللي حصل يوم خميس العهد ده سر ان المسيح بيغفر الخطية بتاعتهم. والكنيسة فهمت السر ده حتى في صلاة اللقان اللي هو بينتهي بغسل ارجل، من ضمن الرشمات اللي بنرشم على المية نقول ماء لمغفرة الخطايا. ويبقى هنا المسيح حط مبدأ ان الواحد عشان يتناول لازم يكون تايب ومعترف، لان قال له ان لم اغسلك فليس لك معي نصيب. يجي بقى بولس الرسول فهم الحكاية دي فقال ايه؟ ليمتحن الانسان نفسه، يعني افحص نفسي، اسأل الروح القدس يفحصني، وبعدين بعترف بخطيتي وتتغفر الخطية، وبعدين أكل من الخبز وأشرب من الكأس.
وإلا يكون الإنسان مجرم في جسد رب ودم وبيأكل ويشرب لنفسه دينونة غير مميز جسد الرب. ومن هنا الكنيسة في القداس الإلهي كذا تحليل الكنيسة بتصلي، وآخر تحليل بتصليها بعد صلاة القسمة لما يجي الشماس يقول احنوا رؤوسكم للرب تزكية فلاسيمون. هنا ابونا بيكون بيصلي تحليل، بيغسل أرجل الناس عشان لما نتقدم للتناول نبقى مستحقين للتناول. فهو قال لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علي، ما أنا لما بروح أعترف أنا بحكم على نفسي، أنا خاطف كذا وكذا 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 وأنا مستحق الموت، لأن ده حكم على نفسي. فلما بحكم على نفسي ربنا بيرفع الحكم ده، لأن ربنا خد الحكم ده بدال عني على الصليب في الجلجوسة، فبيترفع عني الحكم ده، ولما بأكل من جسد رب ودمه بأخذ حياة أبدية. أحب أختم كلامي أن سيدنا أمبرافايل شرح مرة حقيقة الجسد والدم بموضوع عن واحد كان عنده نقص في الحديد، فأنا هدت الميكروفون لسيدنا أمبرافايل يشرحه، لأن الحقيقة القصة دي عجباني جدا جدا، بتوصل بطريقة بسيطة فعلا كيف السر ده اللي ربنا بيحول الخبز والخمر لجسد ودم، ازاي ده ممكن يحصل، وممكن نشرحه للأطفال الصغيرين أو للشباب بطريقة بسيطة يقدروا يقبلوا بيها. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. من يفتك تقول ولا بالطريقة الصعيدي ولا الطريقة تسمعتها قبل كده؟ في ناس ضحكت عشان كده يبقوا كانوا عارفينها. يعني يقول واحد بلدياتنا، عارفين بلدياتنا يعني ايه، كان يعني صحته على قده كده شوية، فراح للدكتور بيشتكي وقال له بجاجة فجعة. يعني ايه دي؟ كل ما اجي اقف اقع بجاجة فجعة. فالدكتور بس كيف وش لقى كده بيل، فقال له طب روح اعمل لي تحليل دم. لما عمل تحليل دم الدكتور قال له انت عندك نقص في الحديد. هو اتخض، يعني ايه يا دكتور؟ قال لي يعني جسمك الحديد اللي فيه نقص. قال له هو انا اصلا جسمي فيه حديد؟ قال له اه. قال له كيف يعني؟ قال له هو كده. قال له انا بس؟ قال له كل الناس عندهم حديد في جسمه. طب هنعمل ايه دكتور في الحكايه دي؟ قال له تاخد حديد. هو فهم ايه بقى؟ هي مصمص حديد. يعني اختصار القصه ان هو راح للاجزخانه فاداله اقراص مكتوب على العلبه اقراص حديد، لكن هو حس ان انا بتضحك علي، القرص شكله ما هوش حديد، عشان يتاكد مع نفسه عشان ناصح هو مش عايز يضحك عليه، مسك قرص وراح خبطه كده اتكسر. فقال للصيدلي انت بتديني دواء مغشوش؟ قال له مغشوش ليه؟ قال له انت كاتب عليه حديد وهو بيدش. فقال له لا، هو ده الحديد، روح خد العلبه دي وروح للدكتور اللي كتب لك يشرح لك، انا مش فاضيله. فراح للدكتور، طبعا حاول الدكتور معاه يفهمه هنا ده حديد، هو مش قادر يقتنع. حديد ايه ده؟ اسبرين. فانت تضحكوا عليا؟ فالدكتور بص له كده بحده وقال له بص يا راجل، انت لو ما خدتش الدواء هتموت، عايز تعيش ولا تموت؟ قال له عايز اعيش. قال له ده الدواء ده حديد؟ قال له نؤمن ان هذا بالحقيقه امين. وصلت؟ يعني زي ما سيدنا شرح، ان كانت شركات الادويه قدرت تحط الحديد في صوره علشان الجسم يمتصها ويستفيد منها برغم شكلها مش حديد وطعمها مش حديد، لكن هي حديد بالحقيقه، هكذا ربنا اعطانا جسد ودم
في صورة خبز وخمر عشان نقدر نأكلهم ونقدر نحيا بيهم. فعندنا اختيار من اتنين، زي ما الاخ ده يصدق ان ده حديد وياخده ويحيا، يقول لا ده مش حديد ويرفض ويموت. هكذا يتؤمن ان ده جسد الرب بالحقيقة وده دمه بالحقيقة، وتأكل منه يعطى عنا خلاصا وغفرانا وحياة أبدية، أو ترفض وتقول ان ده رمز وفي الاخر انت اللي خسران.